وننتقل الآن مشاهدينا الكرام لنتابع أداء القسم للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة خريجي دفعة 2016. صبور عبد الحليم علي خليفة. السيد الأستاذ حسن عاطف شوقي إبراهيم المليجي. السيد الأستاذ علي محمد إبراهيم علي. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ أحمد رجب زكي تمام. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ محمد علي محمد علي حسين. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ محمود حمزة عبد العاطي حمزة. السيد الأستاذ مصطفى جمال عبد العظيم مبروك. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. مبروك. السيد الأستاذ أحمد محمد إبراهيم محمد إمام شهاب الدين. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ فتحي سليمان فتحي محمود. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. أستاذ سيادتك فندم الصورة. Gracias.